نناقش في الحدث اليوم زيارة السفير البريطاني بيتر ميلت إلى مدينة طبرق والتقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب. أهلا بكم مشاهدين. زار السفير البريطاني بيتر ميلت يوم أمس مدينة طبرق، أطلق تصريحات تشيد بدور المؤسسة العسكرية وحربها على التنظيمات الإرهابية في بنغازي. ميلت اكتفى بالاستماع لمواقف النواب ولم يسجل هذه المرة كما دأب في المواقف السابقة متلازمة تمرير حكومة الوفاق الوطنية. السفير ذكر أنها المرة الأولى التي يزور فيها برقة، وقال: لقد ساعدنا برقة في الحرب العالمية الثانية كما ساعدناها في الثورة. العلاقات بين بريطانيا وبرقة قوية جدا، وهو جاء لتعميق العلاقات البريطانية البرقوية. السؤال الرئيسي هنا: هل تغير الموقف البريطاني؟ هل وصلت بريطانيا إلى قناعة جديدة مفادها أن الطريق مسدودة أمام اتفاق الصخيرات بصورته الحالية؟ وهل للأمر أي علاقة بالسيدة الجديدة لعشرة داونينج ستريت تيريزا ماي، أم أن البريطانيون ثابتون وتصريحاتهم الموجهة أو المرحبة بالجيش جاءت لذر الرماد في العيون؟ الأهم، هل يدرك السفير البريطاني أنه جاء في زيارة لمجلس النواب الليبي أم أنه جاء لزيارة مجلس النواب البرقاوي؟ هل تخلت لندن في تعاملاتها الدبلوماسية عن الكيان الواحد الممثل للدولة الليبية وبدأت تتعامل في دبلوماسيتها الجديدة مع الأقاليم التاريخية؟ أيضا نطرح البدائل المطروحة الآن أمام مجلس النواب للتعامل مع الأزمة السياسية. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة إلى تبروك إلى باركة. هذا أول زيارتي إلى باركة، ولكن أتمنى أزور باركة مرات كثيرة في المستقبل. العلاقات بين بريطانيا وباركة ومع ليبيا بشكل عام علاقات صداقة. وقفنا مع باركة خلال الحرب العالمية الثانية، وقفنا معكم خلال الثورة، ونقف معكم في مواجهة إلى الأزمات الحالية. هدفنا كحكومة البريطانية لتعزيز أمن واستقرار وازدهار في ليبيا، ونحترم دور باركة في بناء ليبيا إلى المستقبل. هدف هذه الزيارة نعرض احترامنا إلى باركة، لنسمع من الشعب الليبي في باركة، ولنساعدنا لتصميم برامج مساعدة ملموسة إلى الشعب الليبي، مساعدة سياسية، مساعدة أمنية، مساعدة إنسانية لرجوع النازحين إلى بيوتهم، مساعدة خصوصا مساعدة فنية تقنية استشارية، لنتعاون مع السلطات مع البلديات لتعزيز قدرتهم لخدمات إلى الشعب الليبي. في تحديات عاجلة أمام الشعب الليبي لمكافحة الإرهاب، مكافحة داعش، أنصار الشريعة، القاعدة، نريد نتعاون مع القوات المسلحة ونحترم دور الجيش الليبي لمكافحة الإرهاب والمتطرفين. في أزمة اقتصادية وحاجة لازدياد تصدير النفط، وهذا مصادر النفطية يمتلك إلى كل الليبيين، نريد نتعاون مع الليبيين ككل لبناء ليبيا جديدة ومستقرة وآمنة إلى المستقبل. أتمنى أن أستمر هذا الاتصال مع الشعب الليبي،
مع الشعب في تبروك ومع البركة في شكل عام. أنا أريد في المستقبل لزيارة إلى بنغازي، إلى عدد من المدن في كل مناطق في ليبيا، لنتعاون مع الشعب الليبي إلى مستقبل أحسن في ظروف الحياة للشعب الليبي. مشاهدينا الكرام، ينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع هنا في الاستوديو دكتور يونس فنوش عضو مجلس النواب، وأيضا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عبد السلام بوشقمة المحامي والناشط الحقوقي وعضو حراك العودة للشرعية الدستورية والملكية تحديدا. بداية دكتور يونس، أهلا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. دكتور يونس، بداية، كيف ترى تصريحات السفير البريطاني أثناء زيارته لمدينة طبرق والتقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب؟ نعم، أنا أعتقد يعني أن هذه التصريحات تبدو غريبة حقيقة، لأن فيه كلام كثير لا أدري ما المقصود به. من عندما يتحدث عن برقة بهذا الإصرار وهذا التحديد وهذا التركيز وهذا التكرار أكثر من مرة يتحدث عن برقة، فأنا شخصيا هذا يثير عندي كثير من التوجس، لأننا دائما نتحدث عن الموقع، أن بريطانيا عندها نوايا دائما على تقسيم ليبيا إلى آخره، وأن لم يكن خافيا علينا توجه بريطانيا من على الأقل بطريقة غير مباشرة لتوجيه الأمور إلى درجة إلى حد الانقسام. أنا شخصيا يعني يثير عندي كثير من التوجس هذا الحديث عن برقة، ثم الحديث عن على المحاربة الإرهاب والتطرف وبناء دولة ليبيا إلى آخره، هذا يأتي متأخرا جدا. طيب، قبل أن نتحدث عن دور الجيش وإشادته بدور الجيش والمؤسسة العسكرية، لكن الآن هو يزور رقعة جغرافية تاريخيا اسمها برقة، يعني هو فقط عندما يتحدث عن زيارته لبرقة هو يتحدث عن المكان، أم ربما تعتقد أنه وراء هذه التصريحات أمور أخرى، نوايا أخرى من قبل المملكة المتحدة؟ أنا أتصور ذلك، أتصور أن هي هذه يعني هذه الكلمة تعكس نوايا عند بريطانيا، يعني تشير إلى هدفهم الحقيقي من إدارة الأزمة في ليبيا. يعني لم يكن بحاجة إلى الحديث عن برقة بهذا الشكل، هو يأتي إلى طبرق، كان بإمكانه أن يقول زيارة إلى طبرق لأنها مقر مجلس النواب وسلطة التشريعية في ليبيا إلى آخره، لكن ليس طبرق بهذا الشكل. نعم، وأيضا يقول أنه يعني زيارة الآن إلى برقة، وهناك محاولة، الكثير يقول أن هناك محاولة الآن من بعض دول المجتمع الدولي على تحويل الجيش على سبيل المثال على أنه فقط جيش خاص ببرقة، الجيش الليبي. نعم. وأيضا فيما يتعلق بمجلس النواب الآن، هو قال نحن زرنا برقة ونريد أن نعمق العلاقات مع برقة، وكانوا لا يريد أن يقول أننا نزور مجلس النواب الذي يمثل كل ليبيا. نعم، بالضبط، هذا ما يثير لدي التوجس، أن الحديث عن برقة ليس بحسن نية على الإطلاق، وإنما يعكس مفاهيم معينة، يعكس توجهات معينة عند بريطانيا تريد أن ترسخها، كما قلت أنت تريد أن ترسخ فكرة أن مجلس النواب هذا عبارة عن سلطة تمثل برقة، أن الجيش يمثل، وهذه نقطة حساسة جدا، حكى على الجيش ولكنه لم يحدد لنا بدقة ماذا يقصد بالجيش، هل يقصد به بالفعل هذا الجيش الذي يقوده الفريق حفتر وهو الذي يحارب الهرة في بنغازي والمنطقة الشرقية، أم يقصد جيش آخر؟ لذلك أنا لست مطمئنا إلى هذه التصريحات، ولا تمثل بالنسبة لي شيء، لأن أنا في تقديري أن بريطانيا هي والمجتمع الدولي بصفة عامة يعني لم يكونوا صادقين على الإطلاق في التعامل مع الأزمة الليبية. هذه الدول هي الدول زعيمة الديمقراطية في العالم، هي التي تنادي بالديمقراطية وتنادي بالانتخابات والمسار الديمقراطي والتعايش السلمي، ولكنهم يعني ظلوا يراقبون ما حدث في ليبيا من انقلاب على الشرعية وعلى المسار الديمقراطي،
بل بالعكس من خلال فجر ليبيا طبعا من خلال فجر ليبيا ما مثلته من بروز هذه العصابات المسلحة وما فعلته من ممارسات هدفها الوحيد هي مواصلة الهيمنة على مقاليد الأمور. العالم كان يراقب ذلك ولم يكتفي بأنه صمت ولكنه أخذ يدعم ذلك التوجه وبرز ذلك الدعم بقوة شديدة ويعني ملفتة للنظر من خلال إدارة الأمم المتحدة للحوار. الأمم المتحدة في إدارتها للحوار ظلت تدفع في الأمور لإتاحة فرصة كبيرة جدا للطرف الآخر للمؤتمر الوطني من المؤتمر الوطني توسيع مروحة المشاركين في الحوار بعد أن بداية نعم. بدأ بين نواب مقاطعين ونواب مخالطين في مجلس في البداية قيل في البداية أن هو الحوار عبارة عن المقاطعين نعم. طبعا أنا كنت ضد هذا المهدي لم تقتنع مثلا من البداية منذ البداية لكن مش فقط هذا أنا يهمني أنهم أخذوا يتيحوا فرصة دائما يعني متزايدة لمن للأطراف التي انقلبت على الشرعية الدستورية. المؤتمر الوطني يعرفون أنه انتشل من تحت التراب من القبر مكان ميت منتهي أصروا على الاعتراف بالمؤتمر الوطني باعتباره أنه مازال موجود وأنه يمارس السلطة وأصروا على الإشارة إلى ذلك حتى في المقدمة لا. للاتفاق السياسي. طيب. اسمح لي فقط دكتور أن توقف عند هذه الجزئية واستقبل الآن الأستاذ عبد السلام بوشقمة المحامي والناشط الحقوقي عضو الحراك للعودة للشرعية الملكية. أستاذ عبد السلام أهلا بك. شكرا على الضيافة بارك الله فيك ومرحبا بك وبضيفك الأستاذ يونس فنوش. أستاذ عبد السلام بداية أبرز ما لفت نظرك في تصريحات السفير البريطاني بيتر ميلت بعد زيارته لطبرق والتقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب. الحقيقة إذا كان بننظر للزيارة بمفهوم واضح هذه الزيارة لم تأتي من فراغ. الذي حصل أن منطقة برقة أو ولاية برقة أو سكان إقليم برقة كلهم خرجت المظاهرات التي تنادي بإنقاذ ليبيا وتنادي بإسقاط اتفاق الصخيرات وتنادي أيضا بطرد المبعوث الأممي. هذا الحراك الشعبي القوي له أساسات بعد ما فشل الاتفاق وانقسمت من حيث الواقع ليبيا فعليا زي ما نشايفين بعد ترسخ الانقسام بعد دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس وأصبح هناك حكومة يقال عنها أنها مفوضة. ما فيش حاجة حكومة مفوضة. الحكومة لا تكون شرعية إلا بمنحها ثقة من البرلمان وإذا كانت قد سحبت منها الثقة هنا تكون الحكومة حكومة تسيير أعمال اللي هي بمعنى التفويض إلى أن تشكل حكومة أخرى. ومع ذلك وجدنا العالم أو الدول الغربية الاتحاد الأوروبي أمريكا وصارت خلفها بعض الدول العربية المهمة ومنحوا الاحتراف للمجلس الرئاسي مع أن الاحتراف لا يكون إلا للدول. أما السلطة التنفيذية أو رئيس دولة أو رئيس حكومة في مفهوم القانون الدولي الاعتراف لا يمنح إلا إلى الدول. وشاهدنا في تونس يجلس وزير داخليتهم اللي ما زال ما حلفش اليمين القانوني وما زالت الحكومة منحت ثقة في مقعد وزير الداخلية في مؤتمر سابق في الجامعة العربية وصل الأمر أنهم لا يعترفوا بالمندوب اللي عين البرلمان
أو السلطة التشريعية ليحل محل المندوب ليبيا في جامعة الدول العربية الذي استقال. وذلك لما كان فيه نوع من التوازن كان يبقى المقعد شاغر على الأقل، بدل ما ينحاز إلى طرف ضد طرف آخر. منح الشرعية الدولية زي ما يقولوا بعض المحللين من الخارج لا يعطي أي قوة أو معنى للمجلس الرئاسي. نناقش أستاذ عبد السلام، سوف نناقش في إطار هذه الحلقة أيضا البدائل المطروحة وأيضا تعامل المجتمع الدولي الأمم المتحدة مع ملف الأزمة السياسية الليبية ربما تباعا في الحلقة. لكن قبل ذلك سألتك عن تصريحات السفير البريطاني، هو عندما يتحدث عن أو يكرر كلمة برقة أكثر من 6 مرات يتحدث عن زيارته لبرقة ولم يقل زيارتي لمجلس النواب، برأيك أمر طبيعي أن يقول هذا الأمر لأنه يزور رقعة جغرافية اسمها عبر التاريخ برقة، أم أنه وراء تصريحات السفير ما يثير الشك والريبة؟ أنا لا أريد أن أعلق في بمصطلحات فضفضة، أنا أريد أن أحدد. لابد أن كل الليبيين اللي قروا التاريخ واللي عايشوا المرحلة ما قبل إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر 51 يعلمون جيدا أن هذا الاستقلال ووحدة ليبيا قادتها ولاية برقة. استقلت في 1/6 في 1949 وسميت إمارة برقة، وكان الأمير المغفور له محمد إدريس السنوسي هو رئيس هذه الولاية، وهناك علاقات تاريخية تربط بين برقة أساسا وليبيا عموما بالمملكة المتحدة اللي هي بريطانيا اللي جاء سفيرها زار طبرق. هو يريد أن يلتقط حبل المبادرة ليكون في مقدمة ما ستؤول إليه الأمور في برقة تحت الضغط الشعبي اللي قلت لك عليه، الساحات في جذابية، في البيضة، في المرج، في طبرق، كلهم ينادوا بإسقاط الاتفاق السياسي. يعني هي تصريحات موجهة ربما لطلب رضا الجماهير الغاضبة والمحتجة ضد الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، ويريد أن يغازل إقليم برقة أو ولاية برقة إذا حصل عودة إلى دستور المملكة الليبية وتمت ولايات أو ردت محافظات، فيكون للمملكة المتحدة موطئ قدم للمحافظة على مصاريح أما بالنسبة لحكاية المساعدة الليبيين، بالعكس، هو لما تأسس الجيش السنوسي أو الجيش الليبي في 9 أغسطس في مصر، هذا الجيش كان في مقدمة القوة المحاربة، وهو الذي كان يكشف الطرق والمعابر مع وتحالف مع الحلفاء، وبريطانيا كانت إحدى دول الحلفاء في حربهم ضد المستعمر الإيطالي. ومن هنا ما يقول نحن ساعدناهم هم ساعدونا، صحيح، ونحن ما كناش دولة، ساعدونا في إقامة دولة وبدوا بالاعتراف بالإمارة، إمارة برقة، ومولونا من ناحية المستشارين والعسكريين وغيرهم. ولكن أنا أريد أن أركز على نقطتين يا أستاذ أحمد. أولاً، لا خيار أمام الليبيين إلا بخيار وحيد، وهو لا بد من دعم الجيش الليبي، لأن الجيش الليبي عند من الدعم في الغرب وفي الجنوب ثقل، والعديد من المعسكرات والعديد من الضباط، كبار الضباط، متفقين على قيادة الفريق الركن خليفة حفتر لهذا الجيش. كون هو الآن يعترف بأن الجيش يحارب الإرهاب ويقول إن احنا سنقدم زي من عود على بدء، هو يريد أن يلتقط زمام المبادرة ليكون لهم يعني كمملكة متحدة موقع يعني قدم. بمعنى الآن أستاذ عبد السلام أنت تقرأ أن هناك تغيرا قد طرأ في السياسة الخارجية
للمملكة المتحدة في نظرتها للملف الليبي الآن، للمؤسسة العسكرية في ليبيا، وأيضا للاتفاق السياسي ولمخرجات اتفاق الخيرات، أليس كذلك؟ هذا هو الاستنتاج اللي وصلت له بحكم خبرتي وفهمي للأحداث حسب تصوري الشخصي. طيب، لنأخذ رأي دكتور يونس فيما ذكرت الآن. بداية، هو غزل بريطاني لإقليم برقة ربما لامتصاص حالة الغليان والغضب المنددة، ظهرت أكثر من عملية اعتصام وتظاهرات فيما يتعلق بالتنديد بالتدخل الغربي لبريطانيا تحديدا، وأيضا فيما يتعلق بالاتفاق الصخيرات ومخرجاته. وأيضا نتحدث، سوف نناقش كل جزئية على حدة، بداية نريد منك تعليق على ذلك. نعم، هو هذا صحيح، يعني محدش يستطيع ينكر أن الحراك الشعبي في الشارع والمظاهرات التي خرجت تندد بالاتفاق السياسي وتطالب بإسقاطه يعني كان لها تأثير قوي جدا في تحريك المياه الراكدة كانت في الأزمة السياسية الليبية. انعكس ذلك أيضا في تصريحات كوبلر، هو اعترف بتعثر الاتفاق السياسي، اعترف بتعثر الاتفاق والمجلس الرئاسي بدأ يفقد شعبيته إلى آخره. هذه كلها مؤشرات إلى أن العالم بدأ يقرأ جيدا حقيقة الموقف الشعبي من اتفاق الصخيرات ومن مسألة الجيش الليبي. هو تحدث عن الجيش ولكن بطريقة يعني أنت رأيتها فضفاضة وغير واضحة، فضفاضة ولم يحدد أي جيش يقصد، ولم يحدد أي جيش يقصد. لكن هو عندما يتحدث الآن عن المؤسسة العسكرية التي قال نحترم الجيش الذي يقارع الإرهاب ويواجه الإرهاب في بنغازي، معروف لا لا لا، ما حتى الطرف الآخر يدعي الآن بأنه عنده قوات تحارب الإرهاب في سرت، إذن قوات تابعة للمجلس الرئاسي وقوات العالم. يعني منذ البداية أنا عايشت تطور الاتفاق السياسي من خلال مسودات الأمم المتحدة من بداية الأمر، يعني من المسودة الأولى في جميع المراحل كان هناك يعني النقطة الجوهرية اللي كان عليها خلاف في مسألة الجيش. اختلفنا حول التعبيرات المستخدمة في الاتفاقية في الاتفاق على توصيف الجيش. نحن نقول تفعيل، أردنا نحن مجلس النواب نريد أن ينص صراحة على أنه تفعيل الجيش وتطويره، هم يريدون النص على تشكيل الجيش وإلى آخره. كل إحنا اعترضنا على أن كلمة تشكيل هذه تعني أنه شيء لم غير موجود ونحن نريد أن نشكله، هم يقصدون هذا، يقصدون أنه ليس عندنا جيش الآن وأن الاتفاق السياسي بعدين سيشكل الجيش، وهذا ما فعله المجلس الرئاسي على الفكرة. يعني نعم، سياسة المجلس الرئاسي ذهبت في هذا الاتجاه طبعا. قرار المجلس الرئاسي بإنشاء ما يسمى الحرس الرئاسي وهي تسمية أرادوا أن تكون فضفاضة لكي يعني يموهوا بها عن حقيقة تكون الأمر. جسما موازيا للجيش، الحقيقة هي أن هذا عبارة عن جسم موازي للجيش، يريدونه جسم يستوعب الميليشيات وأمراء الميليشيات والجماعات المسلحة ويكون يعني يقف موقف الند مع الجيش الذي يحارب الهرب في بقية أنحاء ليبيا في المنطقة الشرقية وغيرها. إذن أنا لم تطمني تصريحات السفير البريطاني، طيب. مانيش مطمئن إلى ذلك، لكن أريد أن أنوه على شيء فيما يتعلق، يعني شوية أختلف مع أستاذ عبد السلام فيما يتعلق بمسألة برقة. أنا لا أختلف مع أحد، لا مع عبد السلام ولا مع كل زملائنا وإخواننا الذين يتحدثون عن الفيدرالية ونظام الفيدرالي إلى آخره، لا أختلف على أن ليبيا في سنة في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات كانت ولايات بكل تأكيد، بل بالعكس كانت أقرب إلى أن تكون دول. أنا عشت هذه المرحلة ونعرف أن كان هناك حد فاصل، حدود فاصلة بين برقة وطرابلس، وكانت هناك سلطات جمارك وسلطات تفتيش وإلى آخره بين المواطنين اللي بيذهب لطرابلس ويذهب إلى بنغازي كأنك أنت ماشي إلى دولة أخرى مستقلة. وكنا عشنا هذه المرحلة، كان هناك يعني عالم آخر في طرابلس وكانت هناك ولاية في برقة وكان هناك فزان تحت الحكم والإدارة الفرنسية أصلا. في ذلك الوقت لم يكن من المنطق ولا مطروح أصلا الحديث عن ليبيا واحدة، مش ممكن.
وهذا هذه حقيقة كان أبائنا المؤسسين استوعبوها استيعاب حقيقي ومنطقي وموضوعي جدا. وظروف أخرى سياسية تتعلق بطبيعة الحراك في داخل كل ولاية أدت إلى أن يتجه أبائنا المؤسسين مع لمبايعة الأمير إدريس لكي يعلن إمارة برقة. لما وصلوا إلى مرحلة أنهم ما كانوش مستعدين ينتظروا إلى أن يتفق إخواننا في طرابلس على شكل المستقبل وكذا، فأرادوا أن يبدأوا أولا ببرقة، وهذا اللي حدث. أعلنت إمارة برقة في 1649، ثم تطورت الأمور إيجابيا بحيث أن إخواننا من طرابلس اتضحت الصورة في طرابلس، اتضحت لهم الصورة ووجدوا أن مستقبل طرابلس مرهون بالتوحد مع برقة، فجاءوا إلى برقة وبايعوا الملك الأمير إدريس في ذلك الوقت لكي يكون على ملكا لدولة ليبيا. ولما وضع الدستور، الحقيقة الجغرافية اللي كانت قائمة لم يكن بالإمكان تجاهلها، ولذلك تبعوا أو نصوا على أن يكون نظام الدولة الفيدرالي، اتحاد، إن دولة اتحادية، مملكة ليبية متحدة فيها ولايات، وكل ولاية لها مجلس تشريعي ولها حكومة ومكتب تنفيذي، وهناك المؤسسات الاتحادية اللي هي الجيش ولها علم واحد ونشيد واحد إلى آخره. إلى أن بعدين تطورت الأمور إيجابيا. دائما نحن نكرر هذه الحقيقة، أن عندما في أوائل الستينيات كانت الظروف قد نضجت، وكانت المسافات بين الولايات قد بدأت تختفي، وكانت روح التجانس بين سكان طرابلس وسكان برقة بفعل المشروع الحضاري لإنشاء الجامعة الليبية هنا في بنغازي والجامعة وفروعها في طرابلس، أدى إلى أن تنضج الظروف بحيث أن لا يعود هناك فارق يستدعي إيجاد ولايات. فتحول النظام سنة 63 إلى النظام دولة واحدة، دولة متحدة. أنا الآن أخلص من هذا إلى أن الآن الحديث عن الانقسام الذي يحدث الآن في ليبيا، وفي انقسام، هذا حقيقة، تراه انقسام فيما يتعلق بالنظرة لشكل الدولة بالضبط وللجيش فقط. نعم، وليس نعم. انقساما أوكي. هل هنا أنا أختلف مع من يرى أن هذا الانقسام هو انقسام بين الشرق والغرب. أن الانقسام جهوي، يعني بيننا في الشرق وبين إخواننا في الغرب، هذا مش هيك الحقيقة، هذا ليس هو الصحيح. الواقع هو أن نحن الآن عندنا انقسام بين طرفين في ليبيا. نعم. بصفة عامة الشعب الليبي انقسمنا إلى فئتين، فئة تؤمن بالدولة الديمقراطية المدنية الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات التي يتعايش فيها الناس بطريقة سلمية، والذين خاضوا الثورة وقبلوا دفع ذلك الثمن الباهظ من أجل بناء هذه الدولة، وبين الليبيين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بالدولة المدنية، وكانت توجههم أيديولوجيات متطرفة، دينية متطرفة من أنصار الإسلام السياسي بكل أطيافه، الذين للأسف شديد تمكنوا من التوغل أو التغلغل في مفاصل الدولة منذ بداية الثورة من أيام المجلس الوطني الانتقالي. لا. وتمكنوا بفعل خبرتهم في السياسية في الخارج وإلى آخره، تمكنوا بالفعل من السيطرة على مفاصل الدولة، وتمكنوا من السيطرة على حتى من خلال الانتخابات، عبر الانتخابات في المؤتمر الوطني. ونحن نعرف أنه في المؤتمر الوطني الطرف اللي كان مهيمن هو طرف الإسلام السياسي بكل مسمياته، إخوان مسلمين على فئة كتلة الوفاء للشهداء إلى آخره. ثم عندما وجهوا أو جوبهوا بخسارة فادحة في انتخابات مجلس النواب سنة 2014، انقلبوا على نتائج الانقلابات، احتلوا العاصمة، وهنا بدأت الأزمة السياسية، ودخلنا في ملف الحوار. لكن لا، إذن هنا باختصار شديد أن الخلاف الآن بين الليبيين يؤمنون بدولة مدنية ديمقراطية، دولة مدنية ديمقراطية لها جيش واحد وسلطة
نعم. والمجتمع الدولي يعي أسباب الخلاف طبعاً. طيب أستاذ عبد السلام، إذن يعني خلاص أنه بين المؤمنين بالديمقراطية وغير المؤمن بها، وليس بين الشرق والغرب. سوف نناقش هذه الجزئية مع الأستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، الآن فيما يتعلق أيضاً بشهادة السفير البريطاني بالجيش وبالمؤسسة العسكرية، أنت رأيت أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. الأستاذ والدكتور يونس فنوش الآن يرى أنها كانت فضفاضة وغير واضحة، وأن الغرب لازال يتعامل بازدواجية، ولم والجيش الذي أعرفه أنا وتعرفه أنت ليس ذلك ربما الذي يقصده ميلت. بصرف النظر عن سطحية التصريح، إنما ناخذ الموضوع بمظهر الخارجي اللي هو لأول مرة نشهد سفير دولة أوروبية، أضف إليه موقف وزير الخارجية الإيطالي من الجيش الليبي، يؤكد أن لابد أن يكون لقائد الجيش وبالاسم خليفة حفتر، هذا وزير الخارجية في عدة تصريحات سابقة، دور في عملية البناء للخروج بالدولة الليبية من هذه الأزمة. أنا نعود لك الكلام اللي قلته، قلت لك هذه مبادرة ليلتقطها السفير البريطاني لأنه يقرأ الأحداث أنها ماشية لكي تتولى برقة زمام القيادة، كما تولت زمام القيادة في بناء الدولة الليبية المستقلة برقة في تقديري الشخصي هي التي ستقود ليبيا للخروج من هذه الأزمة. طيب تعرف أستاذ عبد السلام، في البعض قرأ فيها أيضا أهدافا اقتصادية، بمعنى أن بريطانيا الآن تحسست القرب الروسي على سبيل المثال، أو القرب العربي، وأيضا القرب الفرنسي الآن من تطلعات الشعب في يعني فيما يتعلق بدعم الجيش، وجاء ربما يذهب في هذا الاتجاه الآن ويقوي العلاقات مع المنطقة ويتحدث عن دعم الجيش وإن كانوا متأخرين في ذلك. لا شك في ذلك، أنا معك في هذا في هذه النقطة، أن يعني لا يريد أن لا يكون للمملكة المتحدة وجود، لا يريد أن لا يكون لها وجود، يريد أن يكون لها وجود. كلهم يسعون لحماية مصالحهم بالذات النفطية، ولذلك التصريح الأخير متاع الدول الستة اللي يحكوا عليه صندوق الاستثمار الموارد هذين اللي بالمليارات عندهم مصالح فيهن. فرنسا شركة توتال عندها مصالح في النفط والغاز الليبي، كذلك بريطانيا تريد أن يكون لها موقع قدم في هذه الثروة. وبالتالي أنا أتوقع هو صرح قال إنني سأزور بنغازي، صحيح، ولكن الطريق إلى بنغازي سيكون عن طريق من خلال القيادة العامة للجيش الليبي في المرج. وأنا أتوقع إذا كان خرج عن نطاق الأسلوب الدبلوماسي أنه يسلك الطريق إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي عن طريق وزارة الخارجية الليبية في الحكومة الليبية المؤقتة. ولذلك حتى يوطد مكانة بريطانيا في الشرق الليبي. قبل أن نتحدث عن الجيش وأيضا أسباب الصراع، وهي جزئية سوف نناقشها الآن أو في المحور الثاني من الحلقة، لكن نتحدث أو لازلنا نتحدث الآن عن الموقف البريطاني. هل تغير من الأزمة السياسية عندما لا يتحدث الآن في زيارته لطبرق السفير البريطاني بيتر ميلت عن ضرورة تمرير حكومة الوفاق كما كان يذهب في هذا الاتجاه في مرات سابقة ويتحدث عن دعم الجيش هذه المرة؟ واضح التغيير، واضح. طيب، هل الأمر علاقة الآن بالسيدة الجديدة أو رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي؟ تغير في المواقف البريطانية برأيك
يعني بعد تغير رئاسة الحكومة؟ ربما ربما يكون هناك تغير، ولكن المعروف في الدول الديمقراطية العريقة أن سياساتها الخليجية ثابتة. تغير، جاء حزب العمال، جاء حزب المحافظين في بريطانيا، لكن هناك ثوابت في السياسة البريطانية لا تتغير. وبالتالي الزيارة في حد ذاتها تكشف عن تغير هذا، والتصريحات التي وردت على لساني تكشف عن هذا التغيير. يعني هو كسفير عنده تصريحات معروفة سابقا، والآن يعني بكل وضوح جاء وزار البرلمان وأكد اعترافه بشرعية مجلس النواب، وتكلم في كيف تحمى مصالح الليبيين ويخرجون من هذه الأزمة الموجودة فيها، وعرض على الجيش تعريجة مرور الكرام، ولكنها أنا لا أراها مرور الكرام فقط، أراها أنها مدخل لتأكيد الاعتراف بالجيش ودعمه. بس هو هذا. طيب والآن أيضا عندما نتحدث عن ربما الأزمة السياسية في البلاد، صحيفة المرصد الإلكترونية تؤكد الآن أن السراج وأفراد حكومته غادروا طرابلس إلى تونس لأسباب مجهولة وسط توتر أمني كبير في العاصمة. لا أعرف ما إذا كانت تريد أن تعلق على هذه الجزئية دكتور يونس قبل أن نتحدث عن أسباب الصراع والأزمة السياسية والأفق السياسي المسدود. نعم، هو حتى يتأكد هذا الخبر، لكن ليس مستغربا، ليس مستبعدا على الإطلاق، لأن نحن عشنا الأيام الماضية الأخبار تقول بأن هناك حرب حقيقية في طرابلس بين الميليشيات المختلفة. فأنا لا أستبعد أن يكون مجلس الرئاسة قد إما أن يكون قد استشعر الخطر وأنه لا بقاء له في مدينة تحكمها الميليشيات، أو أنه بالفعل جاتهم تهديدات معينة ويجبروا على ذلك. هذا على أي حال، إذا صدق هذا الخبر فهو مجرد يعني عنصر إضافي يؤكد ما ذهبنا إليه دائما، وهو أن اتفاق الصخيرات لا أمل فيه قد انتهى إلى فشل ذريع، وأن المجلس الرئاسي الذي هو اللي نجم عن هذا الاتفاق أثبت من خلال الممارسة الفعلية على الأرض أثبت فشله. إذن نحن الآن نريد أن نبحث عن الحل، نبحث عن الحل. كان تبينا نحكي عليه توا أو بعدين لا أدري. نعم تفضل. لكن عندي تعليق على مسألة تغير يعني المواقف، حديث السفير البريطاني وما أشار إليه أستاذ عبد السلام اللي هو تصريحات وزير الخارجية الإيطالي. هم يتحدثون يعني بلغة فضفاضة ولغة غير مفهومة، زيادة على اللزوم. هي لغة دبلوماسية صحيح، لكن بالمعنى بالمعنى الآخر من الدبلوماسية. عندما يقولون أنه يجب أن يكون للفريق خليفة حفتر دور، ليس هذا الواقع. هذا كلام فاضي، وهذا يعني جهل والتنكر للحقيقة على الأرض. الحقيقة على الأرض هي مشكلة شكل الدولة، على من يريد دولة مدنية ديمقراطية. الحقيقة على الأرض أن هناك أي طبعا لا وأن هناك جيش واحد في ليبيا الآن، ليس هناك إلا جيش واحد في ليبيا، هو الجيش الموجود الآن، لكن لا يسيطر على كل المناطق في ليبيا ولا كل المدن في ليبيا. هذا مش مشكلة، هذه قضية أخرى تنحكوا عليها. لكن هو هناك جيش واحد في ليبيا، اما بقيه القوى التي تحارب في 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 مناطق الغرب ولا في سرت الاقليم هذه عباره عن ميليشيات. انا لا تخدعني قوه البنيان المرصوص والقوات التابعه للمجلس الرئاسي، اي مجلس رئاسي واي قوات. المجلس الرئاسي جاء لطرابلس يعني هو وفايز السراج واللي معه ان شاء الله معهم دبشهم فقط، يعني ليس لهم اي قوه على الاطلاق. والان على ذمه صحيفه المرصد هم لا غادروا. نعم. زي ما جو غادروا، مش عارف اي فرقاطه غادروا. اذا يجب ان نصل الى هذا، ان العالم يجب ان يعترف بان هناك في ليبيا جيش واحد، هو الجيش الذي الان نظف طهر المنطقه الشرقيه تقريبا كلها حتى مشارف راس لنوف وزويتينا وكذا، ويوشك على ان يعلن تحرير بنغازي بالكامل، وهو الجيش الذي بادر لاحيائه من جديد الفريق خليفه حفتر. نحن الان لا نمجد خليفه حفتر ولا نمجد شخص، ولكن نعترف بهذه الحقيقه الواقعه. اذا من لا يريد ان يعترف بان هناك في ليبيا جيش
يقوده خليفة حفتر وهو الجيش الوحيد الذي يجب أن تبنى عليه الدولة. هذا معناه يختلف معنا تماما ولا نتفق معه. أنت لا ترى أن الاتفاق السياسي هو متعثر كما يصفه بعض أعضاء هيئة الحوار على سبيل المثال، ولا على أن المجلس الرئاسي مقصر ولا غير قادر على التعامل مع حاجيات الناس كما يصف ذلك مارتن كوبلر على سبيل المثال، بل ترى أن الاتفاق السياسي بمجمله قد وئد طبعاً مات طبعاً. والآن علينا نبحث عن خيارات أخرى. ما الخيارات المتاحة الآن كبديل لفشل اتفاق إسخيرات بين مزدوجين بطبيعة الحال؟ إذا انطلقنا من هذا، من قناعة بأن الاتفاق السياسي انتهى والمجلس الرئاسي انتهى وكل ما نجم عن الصخيرات لم يعد له معنى، إذا نحتاج إلى البديل. ما هو البديل؟ البديل أنا شخصيا ساهمت في صياغة البديل من سنة فاتت، من شهر يوليو 2015 عندما اقترحنا على مجلس النواب أن يضع خارطة الطريق، وبالفعل وضعنا خارطة الطريق. هذه الخارطة نصت على أن يمنح المجتمع الدولي، لاحظ أن هذا نحكي على يوليو 2015، أن يمنح المجتمع الدولي مدة أقصاها شهر اللي هي نهاية شهر أغسطس لكي ينتهي الحوار إلى نتيجة، وإلا فإن مجلس النواب يعتبر نفسه في حل من الالتزام بالحوار السياسي ويتجه لتنفيذ خيارات خارطة الطريق. خارطة الطريق نصينا فيها على خيارين. الخيار الأول هو أن يتجه مباشرة المجلس النواب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مش هما في الحوار يتحدث يعني صدعوا رؤوسنا بالحديث عن حكومة وحدة وطنية، نحن نشكلها. قلت أن مجلس النواب يشكل حكومة وحدة وطنية من عناصر قوية مؤهلة جيدة نظيفة من كل أنحاء ليبيا، وإذا لم نقبل هذا لأن قد لا يحل لنا إشكالية الخلط بين السلطات، وهذه هي الإشكالية الكبرى اللي عشناها منذ بداية مجلس النواب، اللي هو عدم الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فأنا اقترحت أو الخارطة الطريق اقترحنا أن نتجه لتنفيذ أو لتنفيذ أو تنظيم انتخابات رئاسية غير مباشرة. ليش غير مباشرة؟ لأن الوضع في البلد لا يسمح بانتخابات مباشرة، هذا بديهية معروفة يعني الناس صحيح. كلها إذن الحل الوسط هو أن يتم انتخابات ولكن بطريقة غير مباشرة. أريد أن أوضح الآن لمن يسمع انتخابات غير مباشرة يعتقد يعني قد يتوهم بأن أن ننتخب أحد النواب الآن في البرلمان، وهذا غير صحيح. نحن نتحدث عن تنظيم انتخابات على مستوى ليبيا يتقدم للترشح فيها عناصر من يرون في أنفسهم الكفاءة ومن يستجيبون للشروط المنصوص عليها في القانون هذا القانون. ثم بعد أن تنتهي المفوضية الانتخابات من فحص طلبات الترشح ومقارنتها بالقانون والشروط إلى آخره، تخلص بنتيجة بعدد المرشحين اللي استوفوا الشروط. يجي دور مجلس النواب هو أن يقترع على أحد هؤلاء، لنفرض أنه هو تقدم إلى المجلس خمسة ستة عشر أشخاص، تعقد جلسة في مجلس النواب. النواب وظيفتهم فقط أن يختاروا أحد هؤلاء. لكن مجلس النواب لم يلتئم ولم يحقق النصاب، وأيضا مجلس النواب متعثر الآن، فلا يمكن أن تعقد الأمال على مجلس النواب. على كل حال هذه قضية أخرى. طيب. لا لحظة بس، لأن نحن نريد أن نتفق على أن هذا هو البديل. إذا بديل غير واقعي، من ينفذ هذا البديل هذا شيء آخر. أقصد بديل غير واقعي في ظل هذا التعثر الآن من قبل مجلس النواب. ليس هناك حل آخر. حتى لو انتهى مجلس النواب لا يمكن أن نعول على مجلس النواب. قد لا نستطيع أن نعول على مجلس النواب، نبحث عن طريقة أخرى لتنظيم هذه الانتخابات أو لتشكيل حكومة. طيب. لنسمع رأي فقط الأستاذ عبد السلام فيما يتعلق ببداية تشخيصك لأسباب الصراع والأزمة السياسية في البلاد. دكتور يونس يرى أنها بين من يريد الجيش ومؤسسات الدولة وبين من يريد شكل الدولة المدنية الديمقراطية بطبيعة الحال، ومن يرفض هذه الدولة من الأساس بسبب إيديولوجيات سياسية دينية معروفة. أيضا فيما يتعلق بالحل الآن بعد تعثر اتفاق إسخيرات، ما هو البديل الناجح للخروج من هذه الأزمة برأيك؟ أنا أتفق مع الأستاذ يونس فيما يخص
فيما يخص هذه المسألة، وهي أن اتفاق الصخيرات سقط واقعيا وفعليا، وأن الحرب اللي قائمة الآن بين الجيش والقوى المضادة للدولة المدنية هذا هو المخرج الصحيح لبناء الدولة الليبية القوية، ولكي يكون الجيش هو حامي حدودها وحامي السلطة لهذه الدولة ويمنع الاعتداء على سيادتها. وبالتالي فعلا هو الآن الخلاف ما بين يعني ما نقولش قسمين الليبيين، بعض السياسيين وبعض تجار السياسة الذين لا يريدون استقرار ليبيا لحماية مصالحهم ويريدون تغليب أطراف متطرفة للاستيلاء على السلطة، ما فيش خيار آخر أمام الليبيين إلا إسناد الجيش للقضاء على هذا التوجه أو على هذه القيادات والميليشيات التي تتبعها لكي ننقذ ليبيا. هذه مسألة غالبية الليبيين متفقين عليها. الآن السؤال الثاني أو الشق الثاني من سؤالك، وهو ما هو البديل؟ الأستاذ يونس، وأنا سمعت عنده تصريح أو حديث يقول انتخابات رئاسية غير مباشرة في البرلمان. إذا هذا الكلام اللي نسمع فيه الآن يختلف، أعتقد أنه يقول أن إما نشكلوا حكومة وحدة وطنية يعني من كفاءات وخبرات ومن ناس معروفين وتمر على مجلس النواب وتشكل هذه الحكومة، إذا ما وصلناش للحل هذا نبي نصل إلى حل آخر اللي هو قال لك الانتخابات غير هل الانتخابات لما يختاروا المفوضية ترشح أو تصفي 5 أو 10 أو حتى قول 15 يمروا على مجلس النواب لكي تشكل منهم الحكومة، والله هذا خيار معقول، ولكن السؤال ما هو السند الدستوري لهذا الحل؟ إذا كان نحن مجلس النواب لم يكتمل له النصاب، أول حاجة مش أنت تبي تدير ترتيب للسلطة التنفيذية، لابد أن يكون عندك تعديل في الإعلان الدستوري حتى تشكل حكومة بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة، أو يوضع تعديل، ولكن هذا التعديل لا يمكن أن يمر بطريقة 80 نائب اللي اجتمعوا برئاسة السيد رئيس مجلس النواب، لأن النصاب برضو ما تكملش بيش أنت تقدر تعدل الإعلان الدستوري، ما عندكش نصاب. إذن هنقعد ندور في هذه الحلقة المفرغة. بالقياس إلى الكلام اللي قاله الدكتور يونس وقال نحن درنا خارطة الطريق وما كملش حكاية الشهر اللي عطوها للمجتمع الدولي باش ينهوا الحوار، والله ينتهي الحوار باتفاق. الاتفاق السياسي حسب قراءتي له هو مش انقلاب بس على الشرعية، هو تغيير كامل للإعلان الدستوري. اخلقوا لك غرفتين، مجلس النواب ودوره المجلس الأعلى للدولة، عطوا في هذا الاتفاق صلاحيات مطلقة للمجلس الرئاسي لكي يعين من يشغل الوظائف السيادية، وبالتالي هم وصلوا لعند درجة الحصار والتجويع بموضوع العملة، يعني موضوع يعني نقص السيولة، إجراءات عقابية تراها عقابية ومفبركة ومحبوكة لكي يركعوا برقة أو ليبيا شرق ليبيا. سياسة أستاذ عبد السلام، سياسة تجويع ممنهجة تراها، وأيضا إجراءات عقابية من أجل الضغط للقبول بالاتفاق السياسي ومخرجاته. الأمر الذي لم يتم الآن، والمجتمع الدولي يعترف بتعثر الاتفاق وبعجز الرئاسي. ونتحدث الآن عن الخيارات المطروحة على سبيل المثال أمام مجلس النواب الآن للتعامل مع هذه الأزمة السياسية برأيك. أنا أرد عليك، في قبل انتهاء مدة
البرلمان أو المجلس النواب في التعديل الدستوري أعتقد السابع ربطوا مدة مجلس النواب بفترة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور حتى عندما تتم الصياغة وتطرح على مجلس النواب ثم تمر للاستفتاء يكون عندك دستور وتكون السلطات الثلاث في الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية متهيئة. القضائية هي قاعدة ميدور فيها حد قاعدة في مكانها ومشلولة لأنها تبي حماية لأحكامها وحماية لأعضاء الهيئات القضائية وحماية لمقراتها. هذا موضوع هم مجنبين جانبا لأن لا. الميليشيات والفوضى اللي سيرة في البلاد من فترة يمكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع اختطف السيد المستشار رئيس محكمة شمال طرابلس وهو في الطريق إلى بيته. هذه قصة السلطة القضائية خليها جانبا. نرد على أن الحل شكلت لجنة من قبل مجلس النواب وكنت أنا على رأسها قبل انتهاية المدة بتعرف إيش نديره لما تنتهي مدة البرلمان. الخلل بدام الهيئة التأسيسية. الهيئة التأسيسية عندها 4 شهور من 21/4 اللي هو أول اجتماع تم عقده كانت تكمل تول أكثر من سنتين ما كملتش المشروع. أصبح المأزق في مجلس النواب المدة متاع الهيئة التأسيسية ما انتهتش والمجلس النواب مدد وياريت غير كلم قانونيين يفهمون لغة الصياغة القانونية مددوا فترة زمنية ما مددش فترة زمنية المدد قابلة للتجديد إلى أن يوضع مشروع الدستور إذا صح أن هذا المشروع تو يصير منه. الحل لما نحن هذه اللجنة اجتمعنا فيها زملاء كثيرين وجيدين وعندهم خبرة وأفاضل واتفقنا على خطوط رئيسية وبعدين بدينا نجتمع في استراحة في صالة الاجتماعات في شركة الخليج وطرح تصورين. تصور انه يندار دستور مجموعه من عندنا انقسمنا يعني بصريح العباره خلينا نكمل لك الجزئيه هذه من فضلك وجزء كنت انا على راسه والدكتور سعيد غوغا والدكتور عبد الكريم المنصوري ودرنا نحن تصورنا على انه لا بد لانقاذ ليبيا هذا في 2004 في نهايه قبل نهايه مجلس النواب فتره قليله مده المجلس أن العودة للشرعية الدستورية المتمثلة في دستور المملكة الليبية الصادر سنة 7 أكتوبر 1951 والمعدل يعود يوضع للعمل وتتم مبايعة الوريث الشرعي للعرش وهو الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لكي يشكل المبايعة تتم مجلس النواب ولكي يشكل بدوره مجلس الشيوخ ثم يؤدي اليمين أمام المجلسين ويتم خطوة أخرى لاحقة تنقيح الدستور. بالمناسبة هذه لابد من تعريجها من حوالي 3 أسابيع في الواحات وبالذات في واحد زالو خرج مجموعة كبيرة من مشايخ وأعيان جالوا وداروا بيان قالوا فيه نحن مع العودة للشرعية الدستورية وفقا لدستور المملكة الليبية ونحن لسنا مع أحد ضد أحد ونحن نبايع بيعة أعلن البيعة للأمير محمد الحسن الرضا السنوسي. على فكرة حراك العودة للملكية الدستورية عند أنصار وفي كل بما في ذلك مصراتة وزليتن وجميع المدن الليبية في الغرب وفي الجنوب وبلغ عدد المتحركين أو المؤيدين حوالي الآن 500,000 وهذا الاتجاه يجب أن ينظر له. نحن فيه الآن يحصرون الموضوع إما صراع ما بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهي الولاية أو يحصرونه بين إذن أستاذ عبد السلام أنت ترى أنه لا أفق يرتجى من اتفاق الصخيرات
وتعتقد أنه الآن فشل ولا يمكن إعادة الروح إلى هذا الاتفاق أبداً، وتطالب الآن بضرورة البحث في خيارات جديدة وأن تطرح، وأيضاً تحدثت ربما وعلقت على حديث الدكتور يونس فيما يتعلق بانتخابات غير مباشرة، انتخابات رئاسية غير مباشرة، تقول بأنه مجلس النواب أصلاً لم يكتب النصاب فيه وهو متعثر حالياً، إذن الخيار برأيك الآن هو العودة إلى الشرعية الدستورية دستور 51، وأيضاً دعوة وريث العرش محمد بن حسن الرضا السنوسي لتولي العرش، هذا الخيار الوحيد المتاح برأيك أمام الأزمة السياسية في ليبيا؟ هذا خيار ثالث لابد أن يكون يكون مرعياً، لأن ما فيش خيار، الاتفاق السياسي سقط فعلياً، سقط ما عندش أي قوة فعلية على الأرض. وما ما 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 ذكرتموه في أثناء الحوار بينك وبين الأستاذ يونس فنوش من أن حسب ما قالت الصحيفة هذه أن المجلس الوفاقي خرج من الوطن، هو أصلاً لما دخل كان في حماية هذه الميليشيات. الآن الميليشيات احتدت عليه سلطات الدولة، أحدى السلطات المهمة في الدولة والمخابرات، مش احتدتها، ربما تبي تنقذ هذا الجهاز، ولكن هم في النهاية المحصرة أن صراع بين الميليشيات وسيطرة الميليشيات على العاصمة الليبية، صراع بين الميليشيات في العاصمة الليبية الليبية، لكن فقط وين الدولة؟ وين السلطة التنفيذية؟ وين المجلس الرئاسي؟ أنوه أيضا أستاذ عبد السلام إلى أننا ربما لم نتمكن من التواصل مع عدد آخر من الضيوف، أنت ضيفي عبر الأقمار الصناعية وأيضا دكتور يونس ضيفي هنا في الاستوديو، لكن الاتصالات مقطوعة على كل ليبيا الآن بعد اقتحام ميليشيا لشركة الاتصالات في العاصمة وقامت بقطع الاتصالات، ونحن واجهنا حتى مشكلة في الاتصال مع ضيوفنا لإثراء أيضا موضوع نقاشنا في هذه الحلقة. دكتور يعني الآن فيما يتعلق بتعثر فكرة إجراء أي انتخابات لا مباشرة ولا غير مباشرة في ظل هذه الحرب، فيما يتعلق بالمباشرة أقول لك بالتأكيد تعرف أنه حالة حرب، لكن الغير مباشرة الكثير فقد الأمل في مجلس النواب الذي لم يلتئم وغير قادر على الوصول إلى النصاب، وأيضا يحتاج إلى تعديل دستوري، وهو الأمر الذي قال لك أنه سندخل إلى حلقة مفرغة وهي المشكلة التي نعاني منها الآن. بعد ذلك أريد من تعليق على خيار العودة إلى شرعية الدستور 51 بعد ذلك. شوف أولا ما حدش يقدر ينكر، أنا طبعا ربما من زمان أنا أقول بأن مجلس النواب ليس على مستوى المسؤولية التاريخية وأنه صحيح. ضعيف إلى آخره، قلت هذا كثيرا، لكن لا أحد ينكر بأن مجلس النواب يمثل هو الشرعية الوحيدة الموجودة في البلاد. أنا في تقديري ومن الأسبوع الماضي تحدثت عن ذلك بأن ما حدث في مجلس النواب وأدى به إلى حالة العجز عن توفير النصاب لعقد جلسات رسمية هو نتيجة للخلاف حول الحوار والوفاق والاتفاق السياسي. الخلاف حول الاتفاق السياسي بين مؤيد للحكومة الوفاق وبين معارض هو ما أدى إلى انقسام مجلس النواب إلى قسمين وعدم إمكانية التوافق بينها بين أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة. أنا كان هدفي من طرح هذا الموضوع أن نزيل سبب الخلاف. سبب الخلاف هو الوفاق، نحن لم نعد نتحدث عن الوفاق، نحن الآن نفترض بأننا ننطلق من النقطة الأولى وهي البلد بحاجة إلى 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 حلول، ف يعني يتحمل مجلس النواب ككل مسؤولية عبء المرحلة التاريخية وتبني أحد الخيارات المطروحة. الحصول على 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 نصاب لعقد جلسة رسمية ليس صعبا، يعني اليوم إجراء التعديلات الدستورية كذلك المطلوبة لا لا ما هي حتى حكاية رد على الأستاذ عبد السلام، يعني حسب فهمي هو طبعا رجل قانون وربما يفهم أكثر مني في مسألة التعديل الإعلان الدستوري وكذا، لكن ما أنا أفهمه أن قرار انتخابات الرئيس بطريقة مباشرة هذا لم يكن تعديلا دستوريا. التعديل الدستوري هو الذي حدث في المؤتمر الوطني بتضمين الإعلان الدستوري مقترحات لجنة فبراير التي كانت تنص على إنشاء سلطة تشريعية وهي مجلس نواب، ونصت على تفاصيل إنشاء هذه السلطة وأجلت حسم مسألة انتخاب الرئيس بين مباشر وغير مباشر إلى مجلس النواب.
فما حدث هو أن مجلس النواب لم يحدث تعديلا دستوريا فيما يتعلق بانتخابات المباشرة، وإنما كان قرار صوتنا على القرار بين من يوافق على انتخابات مباشرة ومن لا يوافق، فكانت الأغلبية الساحقة كل الأعضاء اللي كانوا حاضرين وصوتوا لصالح الانتخابات المباشرة، انتخاب الرئيس مباشرة، هذا كان قرار. ومن ثم نحن لا نحتاج الآن إلا قرار آخر نصوت عليه بأغلبية الحاضرين لجعل الانتخابات غير مباشرة، إذن هذا لا يحتاج إلى شيء. قانون الانتخابات أنا بادرت وجهزت مشروع لقانون الانتخابات كان جاهز من سنة ماضية، كل من اطلع على هذا المشروع قالوا إنه مشروع ممتاز جدا وأنه مناسب للتعامل مع المرحلة. ما أقوله الآن أننا نحن بحاجة إلى إيجاد سلطة على الأرض تمارس صلاحيات السلطة التنفيذية، يعني تقوم بشؤون البلاد. كل من يسمع هذا الكلام يقول كيف نقوم، هنا سلطة في البلاد، البلاد مقسومة، أين تمارس هذه السلطة سلطتها؟ سوف يصبح مصيرها، سوف يقولون لك مثل الحكومة المؤقتة الآن أو في طرابلس الحكومتين الآن. لا لا، هو شو يجب أن نكون قد وصلنا إلى حالة الاعتراف بالواقع. في ظل الظروف الحاضرة ليس هناك إمكانية لأن توجد حكومة واحدة أبدا، مش ممكن، سلطة واحدة مش ممكن، هناك سلطة في طرابلس وما حولها. على فكرة لا أقول الغرب، سلطة مصراتة وطرابلس، ميليشيات تسيطر على مصراتة وبعض المناطق في طرابلس، وليس لا تسيطر على كل مناطق الغرب اللي هي ولاية طرابلس. هناك سلطة، سلطة أمر واقع يسموها منذ البداية في طرابلس، وهناك حكومة، كانت هناك حكومة الغويل وجاءت حكومة الوفاق تنازعها الصحيحية ولم تستطع أي منها. عندنا هنا في المنطقة الأخرى في بقية المناطق في ليبيا، المنطقة الشرقية والغربية الغير الخاضعة لسلطة الميليشيات ومناطق الجنوبية، عندنا حكومة شرعية، السلطة الشرعية اللي هي مجلس النواب، وعندنا حكومة اللي هي حكومة الثني، هذه الحكومة المؤقتة. أنا الآن أطالب، طبعا لم أخفي أبدا عدم رضائي على حكومة الثني منذ البداية، لما كنت راضيا على تكليف الثني بتشكيل الحكومة وعلى الطريقة التي شكلت بها الحكومة، والآن يتضح لي ولغيري أن الثني وحكومته لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، يعني يعيشون مع هذا الوضع المزري البائس الذي يعيشه الناس ولم يفعلوا شيئا. إذن أنا الآن أدعو إلى أن توجد سلطة، سلطة أمر واقع في كل المناطق غير الخاضعة للميليشيات. لن يختلف الأمر دكتور، غير الميليشيات لن يختلف الأمر، الآن لديك رئيس حكومة هو السيد عبد الله الثني، والآن تريد أن تنتخب رئيسا في ذات المنطقة الجغرافية المحددة الآن، إذن أنت لم تغير شيئا. لا لا لا، نغير شيء في طبيعة الطبيعة الشرعية والقانونية لمن يتولى هذا الأمر. وتعتقد أن العالم سوف يعترف بك دكتور بعد العالم الذي يريد أن يدفع، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة التي تريد أن تدفع الآن باتجاه الاتفاق السياسي وباتجاه مخرجاته، وتريد المجلس الرئاسي أن يكون هو الممثل الشرعي والوحيد للليبيين. الآن نحن بدأنا الحلقة بالحديث عن أن المجتمع الدولي هو نفسه بدأ يفقد الثقة في المجلس الرئاسي. المجتمع الدولي كيف سيكسب ثقة في الرئيس القادم الآن؟ كيف سيكسب الثقة في الرئيس القادم الآن؟ هذا الرئيس إذا كان تم بطريقة الانتخاب كما أتصورها سيكون له الشرعية، شرعية رئاسة الدولة. نحن عندنا الآن يعني جناح الدولة التشريعي موجود وجناح الدولة التنفيذي غير موجود، لأننا لم ننتخب رئيس. عندما ننتخب رئيس ولو بطريقة غير مباشرة يصبح لدينا رئيس دولة منتخب، يخول من حقه أن يخول صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في مقترح فبراير. نعم، هو هذا هو سؤال، ما هي وهو اللي يشكل السلطة التنفيذية، ما هي صلاحيات الرئيس الآن وفقا لمخرجات فبراير؟ نعم بالضبط، هذا سؤال مهم. حسب مقترح فبراير رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، أول إجراء يديره أنه هو يكلف واحد بتشكيل حكومة، يختار شخص يكلفه بتشكيل حكومة، هذا الشخص يمشي يشكل حكومة يعرضها على الرئيس يتفقوا عليها وعلى برنامجها، ثم تعرض على مجلس النواب لتأخذ الثقة.
وهذا الرئيس باعتباره يتمتع بالشرعية الانتخاب من حقه أن يمارس الصلاحيات السيادية المنصوص عليها في مقترح فبراير، وهي بالتحديد 13 صلاحية. أولها طبعا بعد تشكيل الحكومة ورئاسة السلطة التنفيذية رئاسة العليا للقوات المسلحة، يعني رئيس الدولة المنتخب سيكون هو من حقه أن يكون هو الرئيس الأعلى القائد الأعلى للجيش، وهو رئيس مجلس الأمن والدفاع، وهو الذي يتولى بقية السلطات بما فيها تسمية الرؤساء المناصب السيادية، مصرف ليبيا المركزي والمخابرات وإلى آخره. سوف يستمر الانقسام دكتور، سوف يستمر الانقسام، الانقسام لابد أن يستمر، سوف يصبح رئيسا على بقعة جغرافية محددة طبعًا. هي التي يرأسها الآن السيد عبدالله الثني. لا لا لا، عبدالله الثني خلينا منه تو، ما تحكيش على عبدالله الثني، نحكي على سلطة أخرى. نعم. سلطة أخرى تمارس سيادتها على كل المناطق المحررة إذا صح التعبير، باعتبارنا ليبيا كلها أصبحت تحت الاحتلال، احتلال المتطرفين الميليشيات غادي، واحتلال داعش والأنصار الشريعة وإلى آخره. الآن نحن بدأ الجيش يحرر في ليبيا من الإرهاب ويحررها من الجماعات المسلحة. عندنا الآن كل المنطقة الشرقية باستثناء البؤرة المتبقية في درنا وشوية هذه في بنغازي، لكن كل المنطقة الشرقية امشينا عند ما تشاء، عند الجنوب وامشينا عند سرت وسرت مازالت شوية عند، لكن امشينا عند نوفلية رأس لنوف الأخير، هذه المناطق كلها كثير من المناطق اللي هي في المغرب في غرب البلاد لا تخضع لسلطة الميليشيات، هذه كلها تكون هي المنطقة التي تمارس عليها هذه السلطة سيادتها، هذه الحكومة الجديدة سيادتها. أنا شخصيا لو تم هذا الأمر حيكون عندنا شرعية الانتخاب، والحكومة التي تشكل هي التي سيكون عليها عبء الحصول على اعتراف العالم، وإذا أثبتت هذه الحكومة قدرتها الفعلية على الهيمنة على مقاليد الأمور وعلى إدارة شؤون البلاد فسيعترف بها العالم. طيب غصبا عنها. لنأخذ رأيه الآن مرة أخرى للأستاذ عبد السلام بوشقمة. إذن انتخابات رئاسية وفقا غير مباشرة وفقا لمقترحات لجنة فبراير هي التي يعول عليها دكتور يونس فنوش لانتشال البلاد من أزمتها الحالية، يقول لك رئيس دولة قوي هو القادر على انتشال البلاد من حالة الحرب التي تعيشها الآن، تعتقد أنه خيار ممكن الآن أستاذ عبد السلام؟ أنا مع الأستاذ يونس في أن نحن أصبحنا أو يجب علينا أن نعترف بسلطة الأمر الواقع أو بالانقسام الواقع، هي فكرة جيدة بل ممتازة أن رئيس الدولة ينتخب بطريقة غير مباشرة من مجلس النواب، وقال في حديثه السابق أن هذا قرار ممكن نعاود النظر فيه، وهو قلنا في قرارنا السابق أن رئيس الدولة ينتخب عن طريق الاقتراع السري المباشر بانتخابات مباشرة. قبل ما ندير هذا الحل لابد يجتمع مجلس النواب ويعيد النظر في قراره السابق، خلي الإعلان الدستوري عنك. أنا وجهة نظري أي تعديل، لأن مجلس النواب لما تعاود لقانون مجلس النواب أو انتخاب مجلس النواب لا تجد فيه أي تحديد لسلطات مجلس النواب. في الوقت اللي كان فيه المؤتمر الوطني لما انتخب واستلم السلطة عدة اختصاصات، وفي الإعلانات الدستورية المتعاقبة اللي تولاها وقبلها، إنما حتكون عندك معضلة وهي بأي نصاب سيتم هذا الانتخاب المباشر غير المباشر. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، عندنا تجربة مأساوية في لبنان، كيف ما كان الوضع في لبنان، الثلث المعطل. لعند الآن لبنان عجزوا عن انتخاب رئيس، انتخاب رئيس بسبب عدم اكتمال النصاب، وهذه موجودة في دستورهم أن انتخاب الرئيس
الجمهورية رئيس الجمهورية يتم بطريق الانتخاب غير المباشر. نحن الآن أول حاجة نبي نرسل القاعدة اللي هي نقرر فيها أو بناء عليها أن يكون للدولة رئيس، سميه رئيس دولة، سميه إمبراطور، سميه رئيس جمهورية، سميه ما سميه، عن طريق الانتخاب غير المباشر. القاعدة هذه وين تحطها؟ إما تحطها في الإعلان الدستوري أو في الدستور، في الإعلان الدستوري، أو تحطها في قرار جديد يتم بموجبه التصويت في مجلس النواب لإلغاء قرار السابق أن انتخابات الرئيس تكون بطريقة مباشرة. ولكن هنا المأزق، كم هو عدد أعضاء مجلس النواب الذي يكتمل به النصاب لتقرير هذه القاعدة الجديدة بدلاً من القرار السابق؟ ثم كيف يتم التصويت وبأي عدد ممكن يتم من أعضاء مجلس النواب؟ هذه هي المعضلة. والآن عندما تشاهد أداء مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، سواء المتغيبين والمقاطعين والذين يجتمعون لنا في طرابلس ويدعمون حكومة الوفاق، تعتقد أنه هذا الأمر ممكن الآن إجراء التعديلات الدستورية أو الذهاب في انتخابات رئاسية غير مباشرة من مجلس النواب؟ تعتقد أنه يمكن أن نعول على مجلس النواب لإتمام هذه الخطوة؟ والله يا أستاذ أحمد، هذا هو الواقع متاع البلد، وهذا ما هم من نوابك اللي انتخبهم هذا الشعب تبي تتعامل معاه، راضي عنا، مش عاجبك تصرفاته، ما هيش محل رضا من الليبيين، كل هذا كلام وارد. ولكن الآن هذا هو الممثل الشرعية الموجودة. بس في جزئية مهمة نبي نقول لك عليها، نقطتين مهمات. تفضل. النقطة الأولى، عندما كانت ليبيا في مرحلة التحضير لوضع الدستور وللاستقلال، كان يا أستاذ أحمد هناك رجال دولة ولم تكن هناك دولة. رجال الدولة بنوا لنا هذه الدولة، الآباء المؤسسين نحن نسموهم. الآن عندك دولة وعندك إمكانيات وعندك ثروة نفطية وعندك من الخريجين والدكاترة والمؤهلين وهلم جرة، ولكن لا يوجد لدينا رجال دولة لديهم غيرة ولديهم وطنية. الفكرة التشكيل الحكومة الوطنية اللي قال عليها الأستاذ يونس من كفاءات وعناصر وطنية، لو حصروا ونقوا من الليبيين الوطنيين الغيورين أصحاب الكفاءات، أصحاب الكفاءات راهو لا يحتاجوا لأن يكون عنده دكتوراه ولا أستاذ في الجامعة ولا حتى شهادة جامعية. العقليات الوطنية والعقول الوطنية هذه هي اللي يمكن، إذا استلمت زمام الحكم في للحكومة اللي قال عليها الأستاذ يونس حكومة وطنية بدون انتماء لإقليم دون إقليم من كامل ليبيا، ياريت يلقوا رجال دولة يختاروهم ويسموهم ويمروا عليه مفوضية الانتخاب باش يفحصوا ملفاتهم، وهذا ينفع وهذا ما ينفعش، وهذا إيش سيرته، وهذا شنو تاريخه، وهذا شنو مؤهلاته، وهذا شنو علاقته بالأحزاب والتشكيلات. مصطفى عبد الجليل، الأستاذ مصطفى عبد الجليل عفوا، صرح في لقاء ما هي الأخطاء اللي في فترة المجلس الانتقالي اللي ارتكبته، وقال أكبر خطأ ارتكبناه هو إقرار الأحزاب السياسية. ولكن عقب قال، ولكن حزب الإخوان يكحش هكي بالدارجة، يكحش في النار الخبزة، حزب التحالف يكحش في النار الخبزة، وأما خبزة الوطن فلم يأتي ناحيته أي شخص. يعني بمعنى الـ 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 الأحزاب السياسية ساهمت في هذه البلوى اللي موجودة في ليبيا. هذا جزء آخر غير الميليشيات. وبمعنى آخر، نحن الفكرة تشكيل الحكومة الوطنية فكرة جيدة في تقديري الشخصي، ربما قراءة مش تعرف جيدة. لكن خليني أكمل بس لحظة. تبي حسن اختيار الشخصيات، وتبي أشخاص نزيهين أكفاء
يمتلك من المبادرات والقدرات ما يؤهلهم لتولي المناصب الوزارية، وتبي إقرارهم بوضع جديد يتولوا فيه السلطة بدلا من الحكومة المؤقتة الليبية المؤقتة الحالية. إنما هذه مسائل تبي تكاتف الجهود، وتبي مجلس النواب يحك روحه شوية وكل واحد يتنازل شوية باش نحصلوا أكبر عدد ممكن مجلس النواب ليلغوا قرارهم السابق. تعرف أستاذ عبد السلام، فقط وقبل أن أعود إلى الدكتور يونس، فيما يتعلق الآن بالتشبيه بين ليبيا ورجال ليبيا أو رجال الدولة فيما يتعلق بمرحلة الاستقلال والآن، لكن في أشياء أخرى اختلفت أستاذ عبد السلام عندما تتحدث الآن عن هذا الطرح الآن، انتخابات ورئيس، في ظل على سبيل المثال وجود الأحزاب التي تحدثت عليها أنت الآن، في ظل وجود تنظيمات لا تؤمن بالدولة سواء داعش أو تنظيمات سياسية دينية أخرى تؤمن بدولة مفصلة على حزبها، على تيار إسلامي معين ونمط وأفكار وخلافة وأفكار لا مجال لمناقشتها الآن. هؤلاء موجودين الآن ويسيطرون على نصف البلاد تقريبا، مناطق مختلفة في الغرب وفي الجنوب، ويملكون السلاح أيضا، المجتمع الدولي، وهناك دول كبرى تدعم هذا التيار ولها صوت في مجلس الأمن. إذن الخيار بين مزدوجين الرومانسي الذي يطرح انتخابات رئاسية ورئيس جديد ربما غير قابل للتطبيق وليس واقعيا، أيضا هذا المجتمع سوف يمارس سياسة التجويع بين المزدوجين التي تحدثت عليها منذ قليل لتمرير أفكاره فيما يتعلق بالاتفاق السياسي. أنا ما نختلفش معك، أنا نفس الكلام اللي قلته حضرتك الآن هو اللي قلته لك، قلت أن في صعوبات في تنفيذ الفكرة المقترح اللي يحكي عليه الأستاذ دكتور يونس، ولكن هذا يخليني نعود لك نأكد لك على الجزئية اللي نقعد نقول لو مجلس النواب حتى بالحاضرين هم داروا 101 قالوا ما همش 101 عطوا الثقة برا قاعة البرلمان لحكومة رئاسي أو المجلس الرئاسي وعدوا في حرب مجلس النواب الآن. قلت لك الفكرة العودة للشرعية الدستورية الملكية الدستورية الخيار الأمثل برأيك، الخيار الأمثل، الخيار الأمثل ولكن لو واقعية مجلس لو مجلس النواب، خليني أكمل لك بس الفكرة متاعي منين جات الفكرة هذه. الفكرة جات هذه من أن انقلاب 1 سبتمبر 1969 كان غصبا للسلطة الشرعية، مهما طال عليه الزمن لا يأخذ أي شرعية، وبالتالي ما قبل 1969 هي الشرعية اللي يجب أن نعود إليها، نعود إليها وندعمها، لأن اللي غاصب للسلطة لا يمكن أن تكون له شرعية. لما قامت ما يسمى حقيقة بكل أسف راه فيه تحليلات كثيرة دارت، وأنها هي ثورة شعبية وانطلاقة كبرى انطلقت ولكنها سرقت، ولكنها كانت وليدة مشروع ما نبيش نقول لك مؤامرة، لكن بدأت كل يوم تتضح حاجات النشيد الوطني والعالم الوطني وكل الحراك جاء في هذا الاتجاه للعودة للشرعية الملكية الدستورية. الجزئية الوحيدة اللي بقيت وهي الإعلان الدستوري. أنا شخصيا قدمت مقترح لدستور في تلك الفترة، مقترح قدمته للأستاذ مصطفى عبد الجليل على أساس دستور مؤقت باش يخضع هذا المجلس الانتقالي للرقابة المالية والمحاسبة من السلطة القضائية. لحظة بس معلش، فقال لي في أعضاء المجلس الانتقالي مني، هو المجلس الانتقالي اخترق وزي ما قال لك الأستاذ يونس فنوش سيطروا على جميع مفاصل الدولة وسرقت الثورة وانتهت القصة. سرقت الثورة وأنت ترى أنه الآن يعني بعد هذه الثورة عاد العلم وعاد النشيد، فلماذا لا يعود الدستور والملك؟ هو هذا السؤال. طيب دكتور يونس كيف تجيب على هذا السؤال الآن؟ لا شوف، هو تعليق سريع على مسألة العودة إلى الشرعية الدستورية. أنا يعني أقول بأن مشكلتنا الآن ليست في عدم وجود دستور، حتى على فرض أن نحن جينا تبنينا الدستور الملكي 63 أو كذا،
من يطبق هذا الدستور وكيف نتمكن من انتخاب مؤسسات اللي ينص عليها الدستور وكيف يعني ينفذه على أرض الواقع. ما لم نحل إشكاليتنا الحقيقية، إشكاليتنا الحقيقية هي في الصراع مع المتطرفين المسلحين الإنقلابيين، سواء من داعش وغير داعش وأنصار الشريعة أو من الميليشيات اللي قاعدة الآن تحكم في المناطق هذه في طرابلس. هذه هي الأزمة الحقيقية. لذلك احنا يعني بنأجل المواجهة السريعة، يعني لا نستطيع أن نبقى مرتهنين للوضع الحاضر أن نحن الآن في انقسام وأن في حكومة وفاق مع حكومة وفاق إلى آخره. نريد أن نتجاوز هذا ونخترق الأفق إلى أشياء أخرى. فيما يتعلق بمجلس النواب، أنا أقول يعني عشت الأسبوع الماضي والأسبوع هذا كنت غادي في المجلس النواب وشفت عن قرب ما يحدث. ما شاهدناه الآن أن زي ما حدث عند المجتمع الدولي، يعني المجتمع الدولي الذي بدأ يلمح بأن المجلس الرئاسي بدأ يفقد شعبيته ومصداقيته، هذا الشعور أصبح موجود حتى عند النواب المؤيدين للحكومة. كثير منهم وقعوا على تلك الورقة اللي أشار لها الأستاذ عبد السلام اللي هي ورقة 101، لكن بعدين سحبوا توقيعاتهم. في اللي قال أصلاً أنا ما وقعتش ونزوروا توقيع إلى آخره، لكن الآن بدأنا نشهد أنهم انسحبوا. نعطيك مثال، أن جلسة الاثنين الماضي أول أمسين وكي وصلنا في عدد الحضور إلى أكثر من 93 واحد، يعني كان نقصنا على اكتمال النصاب اللي يصح به اعتبار جلسة رسمية وقابلة أن تأخذ قرارات 4-5 أعضاء. ومنذ قليل قبل بداية الحلقة تحدثنا عددنا ما يزيد على 7 أو 8 نواب، معظمهم من المنطقة الشرقية ومن بغازي والآخرين، لم يكونوا حاضرين لأسباب مختلفة. يعني على سبيل المثال في 2 من النواب كان في جنيف، يعني بكر بعيرة وعائشة الطبلقي ماشيين في جنيف لشيء اسمه مؤتمر إعمار بنغازي أو شيء من القبيل. واحد آخر كان في تونس، واحد آخر كان في مصر، وآخرين قاعدين في ليبيا لكن ما حضروش. هؤلاء 7 لو حضر منهم 5 كان تحقق النصاب، وكنا كان الوضع جاهز للتصويت على الانسحاب من الشسبه من الوفاق السياسي والتوجه الى من الحوار. انا عندي امل ان ربما الاسبوع القادم انا قد احضر او لا احضر هذا شيء اخر، لكن هناك امل قوي في ان يتحقق النصاب وتعقد جلسه رسميه. إذا تحقق هذا وتمكن النواب من التصويت على الانسحاب من الحوار السياسي والمضي لانتخابات رئاسية غير مباشرة، فهذا لا يحتاج إلا قرار بإلغاء القرار السابق وتبني قرار جديد ينص على انتخاب رئيس الدولة بطريقة غير مباشرة، وهذا القرار يتم بأغلبية الحاضرين. طيب، ما فيش أي مشكلة. وإن لم يتحقق ذلك، على سبيل المثال الأستاذ عبد السلام الآن بوشقمة يتحدث أنه تحدث عن العلل وعن السلبيات في هذا الموقف وهذا الاتجاه، بأنه ربما غير ممكن تطبيقه نتيجة ما يجري في مجلس النواب. طيب الآن أنت لديك أمل، لكن لو قلنا أنه هذا لم يحدث واستمر الخلاف داخل مجلس النواب، كيف تعلق على هذا الطرح فيما يتعلق بالعودة إلى يظل أن الدستور والشرعية الملكية؟ العودة إلى الدستور الشرعية الملكية ليس هو الحل، لأنه هو لن يجري. من يطبق هذا الدستور ومن يحميه؟ شوف، على فرض أنا ما زال عندي أمل في مجلس النواب ولكن على فرض أن مجلس النواب لم يتمكن حتى الأسبوع القادم من أن ينعقد ويتحمل مسؤوليته التاريخية، أنا في رأيي أنه سيكون بذلك قد دق آخر مسمار في نعشه، وأن يجب علينا أن نعترف بأن مجلس النواب قد انتهى، وعلينا أن نشكل نحن حكومة وحدة وطنية نحن نشكلها، ربما بإشراف
الجيش وقيادته العامة أو بمبادرة من رجال الدولة إذا كان بقي لدينا رجال دولة في ليبيا. نحن نشكل حكومة، نشكل حكومة وحدة وطنية، نختار لها عناصر من عناصر الجيدة النظيفة الوطنية ونعطيها الشرعية في أن تمارس السلطة. طيب. لكن ما زال عندي أمل أن يتم هذا من خلال مجلس النواب. نتمنى ذلك. الآن أيضا فقط أعتذر للمشاهدين أنه لم نتمكن من التواصل مع ضيوف آخرين كانوا من المفترض أن يكونوا ضيوف حلقة اليوم أيضا من الحدث بسبب انقطاع الاتصالات الأرضية بعد قيام ميليشيا مسلحة باقتحام شركة الاتصالات في العاصمة. أيضا خبر مهم أيضا تنقله صحيفة المرصد وهو مغادرة السيد فايز السراج وأفراد حكومته. تقول الأنباء أنهم غادروا طرابلس وتوجهوا إلى تونس لأسباب مجهولة. وأيضا تذكر أو تضيف الصحيفة أن هذه العملية حدثت وسط توتر أمني كبير في العاصمة. أعود إليك أستاذ عبد السلام بوشقمة وأفسح لك المجال لكلمة أخيرة. الأستاذ يونس فنوش على تعقيبه فيما يخص العودة، ولكن إذا كان تقول أنت في أزمة الآن وتقول إن من يبسط سلطة الرئيس حضرتك أنت أستاذ أحمد نقصد أو السلطة التنفيذية على باقي الدولة، فكيف ننتقد العودة للشرعية الدستورية عندما تتم مبايعة ولي العهد الوريث الشرعي للحكم الملكي؟ هو سيؤسس المؤسسات، أول حاجة يديرها وفقا لدستور المملكة الليبية يعين أعضاء مجلس الشيوخ. ما عندناش إحنا مجلس الشيوخ ينتخب، عندنا مجلس نواب فقط. ليش؟ لأن الفكرة متاع بالتساوي 24 عضو مجلس شيوخ على مستوى الولايات، واستمرت بعد ذلك العدد. مجلس النواب ينتخب بحسب الكثافة السكانية، لكن أي قانون أو أي قرار له علاقة بسيادة الدولة أو الحاجات الحساسة في سياسة الدولة لابد أن يمر على مجلس الشيوخ ليقره حتى ينفذ. هذه جزئية. من قال أن الأمير محمد الحسن القسنوسي عندما تتم مبايعته بقرار جريء من مجلس النواب سوف يعجز عن تسيير أمور الدولة؟ راه ولي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي راها أما هي بنت الطاهر بكير اللي هو من ولاية طرابلس من 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 العائلات العريقة وعنده حضور غادي في طرابلس. عند الجنوب الليبي فزان، ولاية فزان فيه حضور وفيه يعني توجه كبير لعودة النظام الملكي. أنا عندي سؤال فقط أستاذ عبد السلام، وحقيقة لا أريد أن أفهم خطأ، يعني هو سؤال في قمة البراءة، لكن الآن دكتور علي الصلابي أحد منظري الإخوان المسلمين أيضا موافق أو يدعو إلى العودة إلى شرعية الملكية وأيضا الدستور عام 51. هل تواصل معكم وأنت عضو حراك العودة للشرعية الملكية، أو كيف تعلق على رغبته التي ربما كشفها دكتور علي السلامي؟ أود أن نعطيك ملاحظة. أنا مش عضو مؤسس، أنا عضو منضم، وأنا متبني فكرة العودة لدستور المملكة الليبية بموجب دعوة قضائية لم يفصل فيها بحكم قضائي نهائي حتى الآن. هذه ناحية. الناحية الأخرى، كل من يريد أن يتصل بهذا الحراك، الحراك هذا عنده مكتب سياسي وعنده قيادة. أنا لا علم لي إذا كان هناك اتصال ما بين المكتب السياسي لحراك العودة الدستورية الملكية وبين السيد علي الصلابي أو لا. وبعدين في جزئية أخرى، إذا كان السيد علي الصلابي أو غيره يريد أن يؤيد، نحن في قلت لك أنا
المشايخ وأعيان قبيلة المجابرة داروا بيان وبايعوا فيه الأمير. شكرا. نعم نجي نقول أنا ليش يجيني صلابي ما نقولهاش. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام بوشقمة المحامي والناشط الحقوقي وعضو حراك العودة للشرعية الملكية. كذلك أشكرك دكتور يونس فنوش عضو مجلس النواب. مشاهدينا الكرام شكر موصول لكم أنتم أيضا. في الختام تقبلوا تحيات معدة للحق أحمد سالم. تحياتي أحمد دقمان في أمان الله. أيها الشعب الليبي العظيم قد آهدنا الله عز وجل أخبر السادسة أن رئيس النواب اليوم في عقد جلسة الاستئناف.